بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. مرحبا بكم أصدقائي في برنامجكم حكمة رمضانية في حلقته الأخيرة. أشكركم على حسن تتبعكم وعلى تشجيعاتكم الدائمة والبناءة. نشرع الآن في تقديم تركيب وملخص لجميع الحلقات السالفة بسؤالنا هذا: أيمكن للإنسان فهم الوجود بدون دين يؤطره أو ميتافيزيقية تنيره؟ إنه سؤال إشكالي يحيلنا إلى ما هو وجداني فينا وإلى وجودنا الملموس والحسي. ألهذا الكائن البشري ذو خصائص مميزة لنوعه قدرة على فهم وجوده؟ أله القدرة على رصد كينونته المطلقة وعلى فهم نشأته وعلى انصهاره أو انصهار حياته معية حيوات أخرى؟ كيف يمكن فهم هذا الوجود بواسطة الدين وبواسطة الميتافيزيقية؟ أليست الحاجة للدين طبيعة مميزة للبشر؟ أليس الإنسان في حاجة إلى دين ما كي يعالج قلقه المستديم تجاه وجوده؟ تتجلى الإشكالية هنا في معرفة إذا كانت الميتافيزيقية تستحق أن تكون علما فوقيا تعطى للبشر أو تعطي للبشر كل الأجوبة الشافية فيما يخص الوجود. إن الإنسان بطبيعته المتطورة قد يصبر أغوار العلوم الحقة لمعرفة ولفهم وجوده، وإننا عندما نذكر كلمة فهم فإننا نريد أن نقصد بها الطريقة المركبة والموحدة لفهم المعنى الإجمالي للظواهر. كل فهم إذن يعني البحث عن تأويل وتوضيح لما هو معاين. فهل تستطيع العلوم الحقة فهم هذا الوجود في شموليته وفي جميع تجلياته؟ فهناك قوانين علمية المأخوذة أساسا من الرياضيات والفيزياء وفروعها تسمح بفهم بعض أشكال وجودنا في هذا العالم، لأن هذه الأخيرة تشرح للإنسان ماهية وجوده ومآله الطبيعي عبر تجارب ومقاربات مرئية وملموسة، وبهذا يفهم الإنسان وجوده إلى حد ما، حيث إنه قد يكتفي بما هو تجريبي وحسي، ويكون الميتافيزيقي في هذه الحالة غائبا ومغيبا في هذه التجربة الحسية الوجودية. فعبر هذه المعارف أصبح الإنسان يفهم نشأته وظهوره وتمظهره في العالم. لكن يبقى السؤال قائما: كيف يمكن للعلم أن يسمح للإنسان أن يعي وجوده بشكل أكثر وضوحا؟ دون الدين والميتافيزيقية لا يمكن للإنسان أن يفهم إلا حقائق علمية مركبة ومبرهنة حسيا، فهي تبقى غالبا عاجزة على فهم أسباب ظهوره ومآله الميتافيزيقي. فكيف لهذه العلوم أن تشرح جمالية هذا المخلوق أو بشاعته؟ وكيف لها أن تشرح ما هو قيمي فيه؟ فالدين هو الوحيد الذي يعمل على الوقوف على هذه الأسئلة. ألا تعطي الكتب السماوية بصفة عامة مثلا سبب وجود الإنسان؟ تعتبر الميتافيزيقية مادة صعبة مقارنة مع الفلسفة، إنها مادة مهمة للفرد كيفما كانت مشاربه واتجاهاته،
ومن أجل سبر أغوارها لا بد من مرجع أساس يتشبث به الفرد. وهنا نعرج على مسألة الفطرة، فنجد أن هذا الإنسان وبفطرته يحس أنه مخلوق فريد مسخر له كل الثروات الأرضية، وفي نفس الوقت يحس أنه تابع بل خاضع لقوة خارقة يعمل على تسميتها حسب مجتمعه ووسطه. وكما قال شوبنهاور: إنه حيوان ميتافيزيقي، فهو الوحيد الذي يسائل وجوده. وبالتالي فالميتافيزيقية ضرورية للإنسان، فهي تطمئنه بتعبير باسكال وتعطي لحياته معنى في نفس المكان والزمان. ففي لحظة تأمل وجودي تأتي الميتافيزيقية لتهدئ من روع الفرد ليستمر في حياته مرتاح البال، لكنه وفي جميع الحالات يبقى قاصرا على أن يصل إلى المطلق. فلا علمه المطلق ولا إدراكه لما هو ميتافيزيقي مطلق، فهو دائم البحث عن جواهر الأشياء ليجد معنى لحياته. إنها جواهر الأشياء التي هي عبارة عن أفكار مطلقة التي تقود فهم الفرد، والذي بدوره ينساق إلى ما هو علوي وإلى ما هو متعالي كما قلناه في الحلقات السالفة. فأفلاطون ركز على مسألة الأفكار المطلقة التي تمتح من جوهر الأشياء، والتي توجه فطنة ورؤية الإنسان الباحث عن الحق وعن الحقيقة. وبما أن العلوم الطبيعية هي بذاتها مؤسسة على الفكر وعلى العقل، فهي غير قادرة البتة على شرح وجود الإنسان فوق البسيطة. فتبقى هنا الميتافيزيقية المتمظهرة غالبا في الأديان السبيل الوحيد لفهم كل الظواهر الوجودية. فالعلم إذن لا يكفي لفك شفرات أو شفرات الحياة. وكخاتمة لما تم سرده، لا بد من التذكير أن الميتافيزيقية كعلم فوقي أو كرؤية شاملة للوجود ليس في نظرنا بوهم، ولكنه جزء لا يتجزأ من حياة كل فرد. إنه ليس وهم كما يحلو لثلة من المفكرين قوله: فبدون العقل وبدون الروح لا العلم ولا العالم ولا العالم ولا الوجود. سيجدون أسسهم وأساسياتهم العليا والسامية. شكرا أصدقائي على حسن تتبعكم مع أغلى المتمنيات. شكرا جزيلا.